هقول لكم برضو يعني ايه مدى تعني هذه الكلمه عشان تبقى والله العظيم لما تقرا الكلام والمعنى. ربنا يديك سلطة العمر. سعيد صالح زمان يقول لك هاتوا الزمخشري. هو الزمخشري، انا جبت الزمخشري. لا انا هجيبها لكم، بصوا والله انا هجيبها لكم دلوقتي، لان هم الحقيقه يعني هي بص يا استاذ عصام، طب ايمن ما تحاول انت يعني تقول لنا على بعض الارقام الخاصه بهذا الموسم لغايه لما انا اطلع بس. لانه الموسم هذا الموسم الحقيقه تاريخي، موسم من المواسم التاريخيه والكبيره جدا جدا، هنفضل نتكلم عليه لسنوات طويله جدا. طبعا لا كثيرة يعني. عام احنا بنتكلم كمان بنختص العام يعني، حتى الموسم خلاص الموسم خلص واحنا في موسم جديد. يعني عم نختص اقولها على طول يلا. يا هم الصراحه ما ابو علي ملوش حل، قال لك واحد من المواسم برضه ما نسيش المواسم. هي لفظة عامية طبعا يستخدمها المصريين لوصف الشخص الذي يتكلم كثيرا ويكون كلامه كثيرا وفارغا ولا معنى له، ويكون كلامه كثيرا فارغا ولا معنى له، ولا سبيل إلى تطبيقه أو تحويله إلى إنجاز ملموس على أرض الواقع. وللكلمة أصل في التراث المصري يعود إلى اللغة المصرية القديمة، ولها مرادف في اللغة الإنجليزية يعني اللي هو الخدعة أو الكذب الضاحك أو الكذب الساذج. هذا هو المعنى. أنا سمعتك امبارح بس حصلت الجزء بتاع الكذب الساذج دي، فدي يعني أثارت فضول إيه ما هو الكذب الساذج فعلا. ما أنا بقول لحضرتك ده المعنى ينطبق حرفيا حرفيا بالزبط. والله ما بهزر سبحان الله. يعني أنا أول ما أقول الكلمة دي أقول مين؟ انت عارف وده كلنا عارفين مين الناس اللي بتعمل هذا الكلام. اتفضل قول لنا الارقام.